الشركة الكندية Research in Motion المصنعة لهواتف بلاكبيري تتوقع أن تسجل خسائر كبيرة في الربع الأخير من عامها المالي، ما دفعها إلى تعيين خبراء اقتصاديين من مصرفي جي بي مورغان و ار بي سي كابيتال لمعالجة أزمتها. سعر سهم الشركة شهد انخفاضاً بمعدل 75% منذ نحو عام، وهو يقارب العشرة دولارات بعد أن كان يفوق 140 دولاراً منذ 4 سنوات. رئيس الشركة التنفيذي يعتقد أن سبب التراجع هو عجز هواتف بلاكبيري عن منافسة هواتف الآيفون وجوجل فون الذكية، وهو يؤكد أنه سيتم السير في خطة تقشفية لإنقاذ الشركة، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يتم عرض الشركة للبيع.